السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تطورات الوضع في محافظه المهره وعمل اللجنه الرئاسيه المكلفه بتقصي الحقائق والتطورات العسكريه والامنيه. ناقشت اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على أوضاع المهرة مع السلطة المحلية التحديات الأمنية في المحافظة. وقال رئيس اللجنة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي إن مهمة اللجنة الاطلاع عن قرب على طبيعة الأوضاع في المحافظة، خاصة في الجانب الأمني والعسكري، والجلوس مع جميع الأطراف والخروج بنتائج عملية تنهي الاختلالات الأمنية وتمنع انزلاق المحافظة نحو الفوضى. في هذه الحلقة نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه اللجنة الرئاسية لحل الأزمة في المهرة؟ ولماذا لا تستجيب القوات السعودية للمطالبات الشعبية بالخروج من المحافظة وتسليم الملف الأمني لجهات يمنية؟ نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير. تحرك رئاسي مفاجئ لاحتواء الأوضاع المتدهورة في محافظة المهرة. شكل الرئيس عبد الرب منصور هادي لجنة من قيادات عسكرية وأمنية على رأسها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبد الله سالم النخعي، وتضم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن دكتور أحمد الموساي، ونائب مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن حسين عمران، ووكيل جهاز الأمن السياسي اللواء شعفل حسين شعفل. بعد نحو عام ونصف من التصعيد ضد الوجود العسكري السعودي المتزايد في محافظة المهرة، جاءت هذه التحركات المفاجئة للجنة الرئاسية بحثا عن حلول. ليس من الواضح ما إذا كانت ستعمل على إزالة أسباب التوتر أم ستسعى لاحتوائه فقط، فيما تبقى هذه الأسباب مشرعة على أسوأ الاحتمالات. رئيس اللجنة أوضح أن مهمتها هي الاطلاع عن قرب على طبيعة الأوضاع في المحافظة، خاصة في الجانب الأمني والعسكري، والجلوس مع جميع الأطراف في المحافظة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وذلك سعيا لوضع الحلول المناسبة والخروج بنتائج عملية تنهي الاختلالات الأمنية الحاصلة منعا لانزلاق المحافظة في مستنقع الفوضى. وسيكون لنا نزول إلى كثير من الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية، وسنعقد كثير من الاجتماعات. التوجيهات في فخامة الرئيس الجمهورية نحن نطلع على كافة الأمور في الأوضاع في محافظة المهرة، ونرفع له تقرير مفصل واضح بكل ما يحدث في محافظة المهرة من جوانب اقتصادية، جوانب أمنية، جوانب عسكرية، ومنتظرين توجيهاتها في الجانب هذا. أنجزت اللجنة الرئاسية منذ اليوم الأول لوجودها في المهرة لقاءات مع محافظ المحافظة راجح باكريت ووكلاء المحافظة والقيادات التنفيذية ومديري المديريات، وعقدت اجتماعا مشتركا ضم رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة الشيخ عبد الله بن عفرار ومحافظ المحافظة باكريت، دون أن ترشح نتائج محددة عن هذا الاجتماع. وللغرض نفسه ترأس وكيل محافظة المهرة السابق وأحد أبرز الشخصيات في المحافظة الشيخ علي سالم الحريزي اجتماعا في مدينة الغيضة لقيادة لجنة الاعتصام ووجهاء وشيوخ العشائر في محافظة المهرة، خرج بإجماع حول ضرورة أن تستمع اللجنة الرئاسية لمطالب أبناء المحافظة الرافضين لدور محافظ المحافظة راجح باكريت وتماهيه مع التواجد العسكري السعودي في المحافظة. يأتي ذلك وسط أنباء تداولتها مصادر إعلامية تفيد بأن رئيس اللجنة الرئاسية أبلغ قيادات في المحافظة بصدور توجيهات رئاسية قضت باعتماد كتيبتي شرطة عسكرية وكتيبة أمن خاص من أبناء المهرة، وذلك لتأمين المنافذ والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يكفي لانسحاب القوة السعودية من هذه المنافذ. نجاح مهمة اللجنة الرئاسية مرهون في نظر المراقبين بالرضا العام لأبناء المهرة الذي يستدعي الوقوف على المخاوف الأساسية للقطاع الأوسع منهم إزاء الوجود العسكري السعودي الكثيف في محافظتهم، والذي يؤسس بنظرهم لبؤرة صراع الجميع في غنى عن تداعياتها الخطيرة على البلاد والإقليم. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من محافظة المهرة رشدي معالي مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة. سيد رشدي مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذي. أهلا بك سيد رشدي، نبدأ معك في يعني واقع المشكلة التي حاصلة في محافظة المهرة منذ ما يقارب العام، يعني كيف تنظر إلى واقع المشهد في المحافظة وما الذي يمكن أن تقدمه اللجنة الرئاسية؟ أنا أشكركم على إتاحة الفرصة للحديث عن محافظة المهرة وعن مهام اللجنة الرئاسية
اولا حقيقه بعد مرور عام من او قرب العامين تولي الشيخ راجح بكريت مقانيد السلطه المحليه في محافظه المهره، تشهد الان على الارض الان نتائج الخطط والامال والطموحات التي كان يحملها هذا الرجل لتنميه المحافظه والرغي بها في جميع الخدمات والمرافق. فيما يخص اللجنه الرئاسيه التي اتت الى محافظه المهره برئاسه الفريق ركن عبد الله سالم النخعي وعطيت كل من وكيل وزاره الداخليه لقطاع الامن والشرطه اللواء ركن احمد الدكتور احمد الموساوي سياسي ايضا اللواء شعبان حسين شعبان ونائب رئيس هيئه الاستخبارات العامه اللواء ركن حسين عمران. هذه اللجنه مثل ما تم النشر في الاعلام الرسمي لمحافظه المهره انها اتت الى محافظه المهره للاطلاع على اوضاع المحافظه والوقوف على الجاهزيه الامنيه والعسكريه فيها وكذلك لل بمعرقلي العمليه المهام العسكريه والامنيه في المحافظه وكذلك الذين يحاولون بكل جهد تعطيل حاجه التنميه في المحافظه. نعم، يعني افهم منك ان اللجنه الرئاسيه اتت الى المحافظه يعني للاطلاع على جاهزيه القوات المتواجده في المحافظه وليس يعني نزولا عند لا نقول رغبه الشارع وانما يعني نزولا لحل المشكله الحاصله ما بين القوات السعوديه والقوات المسانده لها في المحافظه والمتظاهرين الذين يعني ينفذون اعتصامات متتاليه ووقفات احتجاجيه مطالبه بخروج هذه القوات. ما هي تلك المشكله التي ذكرتها؟ ممكن توضح ما هي المشكله بالضبط؟ انا لا اعرف هناك مشاكل من هذا النوع يعني. التواجد السعودي موجود في محافظه المهره مثل ما هو في محافظات يمنيه اخرى ولكن مساله القول او الجزم ان القوات السعوديه تمتلك قوه عسكريه تدير اي مرفق امني او حتى خدمي في محافظه المهره هذا كلام غير صحيح. فالتواجد السعودي في محافظه المهره هو تواجد تنموي لخدمه ابناء المحافظه في جميع الجوانب ولعل ما يقوم به البرنامج السعودي لتنميه واعمار اليمن فرع المحافظه محافظه المهره خير. هناك افتتاح وتسديد عدد كبير جدا من المشاريع التنمويه وفي جميع المجالات الخدميه والتنمويه وغيرها. نعم، يعني بالجانب الامني والجانب العسكري لا تواجد للقوات السعوديه او ادارتها للجانب الامني والعسكري في المحافظه. افهم منك هكذا. كل المؤسسات الامنيه والعسكريه في محافظه المهره تديرها شخصيات مهريه ويمنيه وقيادات جميل. وطنيه ولا توجد اي قوه امنيه في محافظه المهره تخضع لغيرها تلك اللجنه الامنيه. جميل جميل، ابقى معي سيد رشدي، ساشرك معنا في النقاش من محافظه المهره عضو لجنة الاعتصام علي مبارك بن محامد. سيد علي مساء الخير. مساء النور، مرحبا وسهلا. أهلا بك سيد علي، يعني ربما استمعت لحديث ضيفنا مدير الإعلام والعلاقة العامة في محافظة المهرة حول الوضع الحاصل في المحافظة وأيضا اللجنة التي قدمت إلى المحافظة يعني حلحلة الوضع القائم فيها، وكما يؤكد ضيفي رشدي معي لمدير الإعلام والعلاقات العامة أن لا علاقة لنزول اللجنة في مسألة أي خلاف ولا يوجد أصلا أي خلاف على الأرض، هناك القوات اليمنية تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي إدارة للقوات السعودية للجانب الأمني والعسكري في المحافظة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء كما أشكر زميلي وأخي رشدي معيلي، ولكن بحكم موقعه المقرب من السلطة المحلية وهو الآن حاليا مدير مكتب الإعلام فبطبيعة الحال أن يكون هذا كلامه وأن يكون هذا تبريره لما يحصل في محافظة المهرة، ولكن اللي يحصل حاصل في محافظة المهرة عكسه تماما كما يعرفه الجميع. منذ دخول القوات السعودية إلى محافظة المهرة في أواخر عام 2017 ودججت المحافظة بالترسانة العسكرية والقوة البشرية داخل المحافظة، فلا بالله عليك يعني كيف هذا الكلام؟ القوات السعوديه متواجده في بين وبين يعني في كل 15 كيلو يتواجد القوات السعوديه في محافظه المهره،
مرور يعني من المطار إلى المواني إلى المديريات الساحلية إلى المنافذ، في هذه الأماكن كلها يتواجد قوة سعودية، وهناك قوة بشرية وحتى قوة عسكرية من الطيران والمدرعات، هذا لا يملكه الجيش اليمني، بما أنه يقول هناك المؤسسات العسكرية، ولكن نحن لسنا في صدد الرد على الأستاذ رشدي، ولكن نتكلم عن الواقع اللي يحصل في محافظة المهرة. لا يخفى على الجميع الآن اللجنة الرئاسية هذه التي وصلت للمحافظة برئاسة اللواء الركن عبد الله النخعي. سيد علي، أولا للتحقق من هذه النقطة قبل أن نأتي إلى الحديث حول اللجنة، المحافظة تدار عسكريا وأمنيا من قبل القوات السعودية، هل تؤكد هذا الأمر؟ أي نعم نعم، هذا ليس أنا فقط من يؤكد هذا الأمر، الشارع المهري هو اللي يؤكد، وحتى العالم أجمع يعرف ما يدور في محافظة المهرة، المطار ملي بالطائرات العسكرية والمدرعات والقوات البشرية، يعني لا يخفى على الجميع أنه أي اجتماع للجنة الأمنية اللي يقود هذا الاجتماع هو القائد السعودي في المحافظة، الذي استقبل اللجنة الرئاسية الآن حاليا هو القائد السعودي في المنطقة، يعني الآن هم هناك لجنة أمنية داخل المحافظة، من اللي يقود هذه اللجنة الأمنية؟ لماذا لا تكون القرار بيده وتجتمع من دون القوات السعودية في المنطقة؟ يعني هذا لا يخفى على الجميع، أنا حتى الأستاذ رشدي ربما خانه التعبير، القوات السعودية موجودة داخل المحافظة وبشكل كبير وبشكل هائل، وهي اللي تدير المحافظة عسكريا وأمنيا، هذا لا يخفى على الجميع حتى إذا ابقى معي، ابقى معي سيد علي، ابقى معي سيد علي، أذهب لمدير العلاقات الإعلام والعلاقات العامة في محافظة المهرة سيد رشدي معيلي. سيد رشدي، سمعت لي حديث ضيفنا عضو لجنة الاعتصام علي مبارك بن محامد يتحدث بأن المحافظة تدار تماما من قبل الجانب السعودي أمنيا وعسكريا، وأن القوات السعودية متواجدة في جميع أنحاء المحافظة في المواقع العسكرية وفي السواحل وفي المطار، ويعني هي من تتحكم بزمام الأمور في المحافظة بعكس ما أسلفت. أستاذي اسمح لي أولا أرحب بالأخ الزميل علي محمد، بخصوص ما تطرق إليه من أن وتأكيده على أن المحافظة تدار من قبل القوات السعودية، نريد فقط أن نسأله وعليه أن يجاوب طبعا، أي جهاز أمني يقصدها علي محمد بالضبط هو يدار أو قائده سعودي وليس مهري أو يمني، أي من أجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة، كل الأجهزة الأمنية قياداتها وكل التشكيلات الإدارية فيها هم من أبناء المحافظة أو من اليمنيين، هذا جانب. الجانب الآخر لعله أشار الموجودة الآن في المناطق، دعني أن أوضح وأسمح لي أن أوضح هذه المعسكرات لماذا تواجدها ولماذا تم إنشائها في هذه المناطق. طبعا يعني لم تفعل هي لازال في قيد طور الإنشاء، مخصصة لقوات حفر السواحل في المحافظة والتي سيتم تجنيدهم من أبناء المحافظة خلال الفترة القادمة، وسيكون عملهم في هذه المعسكرات لحماية سواحل المهرة العريضة من التهريب وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها، والحد من هذه الظاهرة الصراحة التي هي نأسف أن تكون المحافظة المهرة دائما يشار إليها بهذه العمليات التهريب وغيرها. أما فيما يخص المطار، لعلكم قرأتم وسمعتم في الفترة الأخيرة تم تسجيل الرحلات التجارية المدنية من مطار الغيضة إلى عدن، منها إلى الخرطوم والعودة عبر طيران السعيدة، وتم الفترة السابقة ترحيل دفعتين من المسافرين. كيف يكون المطار عسكري وفي نفس الوقت يسجل طيران تجارية؟ لا، ليس هناك أي دليل واقعي يدل على صحة كلام الأخ علي، مع احترامي وحقيقة، ولكنه كلام فضفاض واتهامات باطلة. يؤكد لي فقط أي من الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة ستم إدارتها من قبل قوات سعودية، أي جهاز، هل جهاز أمن سياسي، جهاز أمن مرسي، الأمن العام، أي جهاز بالضبط يسوده؟ طيب إذن ابقى معي، سأنقل تساؤلاتك للسيد علي سيد رشدي. يا أستاذي فيما يخص
فيما يخص المطار ايضا دعني اكمل. تفضل تفضل تفضل. فيما يخص المطار، فيما يخص المطار ايضا، المطار بحاله يعني جيده جدا بل ممتازه لاستقبال الرحلات. تم تاهيله وتاهيل البرج، ويوجد هناك مختبر بترولي في المطار. المطار كان استقبال رحلات في اي وقت بجميع منه، هو استقبل رحلات مدنيه عبر طيران السعيده في الشهر الماضي، استقبل رحلتين. نعم. إذا وضحت الصورة، تكرم بالبقاء معي، ابقى معي، ابقى معي سيد رشدي، أذهب بالسؤال. أقوم بدليل، بدليل وليس نعم سيد رشدي، أنت أوضحت ما لديك أوضحت ما لديك سيد رشدي، والصورة باتت واضحة، ولكن سأذهب للسيد علي. سمعت سيد علي لما قاله السيد رشدي معيلي، يعني الرجل تحدث بأن المطار بات يعمل وهناك رحلات مدنية تنظم من المطار، ويعني هو يتساءل أي جهاز أمني يدار من قبل السعودية، وكل الأجهزة الأمنية في المحافظة تدار من قبل أبناء محافظة المهرة وأبناء اليمن عموما، يعني هي كل الشخصيات المتواجدة في أجهزة الأمن أو مواقع الجيش هم يمنيين بدرجة رئيسية. تفضل. نعم، أطلب من الإجابة على هذا السؤال، وأنا سأجيب على هذا السؤال وبوقائع. اللجنة الأمنية الآن المكونة في محافظة المهرة، هذه لجنة أمنية تعم جميع الدوائر الأمنية والعسكرية في المحافظة، ما فيها الوكلاء. هذه اللجنة هو اللي يترأسها، هو القائد السعودي في المحافظة. هذا ما أكده بدر كلشات وكيل الشباب، لما أنه في بعض الاجتماعات ما يستدعوا الجانب السعودي لأنه كان مناوي لهم وكان يرفض بعض التوصيات وبعض القرارات اللي تصدر من الجانب العسكري والسعودي داخل المحافظه. هذا اساسا صحيح، وصحيح القاده هم قاده يمنيين وامنيين محليين، ولكن اللي يتراس هذه اللجنه هو الجانب السعودي. اذا رجعنا للمطار يا اخي، المطار قبل ما يفعلوا هذه الرحلات، والى الان المطار لا زال هو مطار عسكري، في جانب منه جانب كبير هناك رحلات مدنية. يعني أنت تؤكد ما قاله السيد رشدي بأن الرحلات المدنية تنطلق من مطار المهرة أو الغيضة؟ هو بعد الاعتصامات القوية هذه الحاصلة، وبعد تقرير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة على الانتهاكات اللي تحصل في المطار، تم هناك تبرير هذا الشيء، ونزل وزير النقل الجبواني وافتتحوا المطار لرحلتين أو ثلاثة. لا نعرف هل يستمر هذا الشيء او لا، ربما هو من اجل استهلاك الشعبي والاعلامي فقط لا غير. اما الجزء الاخر والبوابه الغربيه او البوابه الثانيه للمطار، فهي لا تزال بوابه تتبع الجانب السعودي والعسكري، ولا يستطيع اي من القيادات الامنيه في المحافظه او العسكريه او حتى هو الاستاذ رشدي ان يدخل الى هذاك الجانب. يعني مدير حقوق الانسان ذهب الى هناك ولم يستطع ان يدخل الى هناك، وحتى العاملين في الجانب المدني من المطار اذا يريد انهم يدخلوا الى داخل فانهم لا يستطيعون. هذه بتاكيدات من احد العمال داخل المطار انهم لا يستطيعون ان يدخلوا الى الجانب الاخر من المطار. يا اخي لا، الوضع في المهرة. نعم، لكن سيد علي اسمح لي ولو قاطعتك هنا، يعني قد يقول احدهم انه يعني اذا يعني حسب تاكيدك انت ان القوات ايضا التي تتولى إدارة الأمن والجانب العسكري في المحافظة هم يمنيين، ولكن يدينون بالولاء للقوات السعودية، ألا تقع محاسبة هذه القوات على عاتق الشرعية أم على عاتق يعني الشعب الذي خرج ليقف أمام هذه التجاوزات؟ يا أخي أنت تعرف العالم كله أجمع يعرف الشرعية وقرارها. الشرعية هي الآن وين؟ الشرعية في الرياض والقرارها من هناك، ولكن نأمل نحن الآن في المهرة أن تكون الشرعية الآن حسبت وجتها أن تترجع إلى الجانب الحقيقي لليمن، وأن يكونوا إلى جزء من الحفاظ على السيادة اليمنية سواء في المهرة أو في الجمهورية اليمنية كامل. الآن الوضع في اليمن عموما يعني وضع الحكومة لا نعرف عنه شيء، يعني وضع هزلي للغاية، ولكن ومع هذا كله نحن نأمل كل الأمل ونتفاعل كل التفاعل للرئاسة والحكومة اليمنية من يكون لها الدور المحوري في الحفاظ على السيادة سواء في المهرة أو حتى في اليمن عموما. نحن لا نتضرك إلى لأننا نتفاعل باللجنة الرئاسية اللي الآن نتوقع ويتوقع أبناء المهرة جميعا أن تكون رديف للقضية المهرية وأن تكون بمستوى القوة والنصوص الدستورية والقانونية في الحفاظ على السيادة الوطنية.
لان كل ما تقوم به الان السلطه المحليه والتحالف في المهره على يتنافى تماما للسياده الوطنيه، وما يفعل في المنافذ اكبر دليل. الان يعني اللي تدير المنافذ في المهره هي القوات السعوديه، هناك ضباط سعوديين يديرون المنافذ الحدوديه ويتحكمون بحركه التجاره والاستيراد. يعرف العالم اجمع انه اكثر من 100 ماده تم التوقف، يعني توقف او ممنوعه تدخل المهره. على اي اساس يتم خنق التجاره وخنق طيب. الحركه التجاريه؟ اذا ابقى معي سيد علي، ساعود اليك سيد علي، ساعود اليك ونكمل بقيه التفاصيل، وانما ساذهب لضيفي رشدي معيلي مدير الاعلام والعلاقات العامه في محافظه المهره. يعني سيد رشدي، يعني انت تعرف هناك مظاهرات واحتجاجات وتوتر في الشارع المهري، ونتساءل هنا السلطة المحلية لماذا لا تقوم بدورها في احتواء الموقف؟ اولا قبل ان اجيب على سؤالك، ملاحظات يذكرها اخي علي بالنسبه للمطار الغيضة، مثل ما يعرف كل مهري موجود ان المطار وليس من اليوم وليس، ولكن منذ انشاء المطار فهو يتكون من جزئين، مطار مدني وهناك ايضا مطار مدني مطار عسكري. نعم. وهم المطار المدني ليس له علاقه عسكري نهائيا وبعيد جدا، والمطار المدني يمارس عمله ويعني استقبال الرحلات بشكل طبيعي وانسيابي، وكذلك الرحلات التي اتت الى محافظه المهره وعبر طيران السعيده، فطيران السعيده ليس المحافظ بكريت او ملك للسعوديه، فهي شركه طيران يمنيه، فهي من محافظه المهره الى عدن الخرطوم. فبالتالي موضوع الطيران مثل ما تعرفون هو موضوع تجاري بحت. فعندما ترى الشركه شركه الطيران انها في تسيير رحله. طيب وضحت الصوره هنا بالنسبه لسؤالنا حول السلطه المحليه سيد رشدي. لا نسمح والتجريد من القيادات الامنيه في المحافظه وانها تلقى اوامر من اي جهه خارجيه، فهذا امر صراحه غير صحيح، ومفروض القيادات الامنيه والعسكريه في محافظه مارة على درجه عاليه من الكفاءه ومن الوطنيه ومن الحس الامني، فهي تقوم بواجبها ودورها لتامين المحافظه مهره واستقرارها، يخدم مصلحه العامه المحافظه وايضا الدفع لعجله التنميه للامام. نعم، إذن شكرا لك سيد رشدي، وضحت فكرتك. رشدي معيلي مدير الإعلام والعلاقة العامة في محافظة المهرة، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي عضو لجنة الاعتصام في المهرة علي مبارك بن محامد. سيد علي، بالنسبة للجنة العسكرية التي وصلت إلى محافظة المهرة، هل تعولون عليها في حل الأزمة وإنهاء التوتر الحاصل؟ والله في الحقيقة نحن الشارع المهري جميعا نعول على الرئاسة اليمنية منذ بداية الاعتصامات، كما ترون جميعا وكما يرى العالم أننا نرفع صور الرئيس والعلم اليمني في كل اعتصاماتنا، فنحن لازلنا نثق فيه ونثق بالحكومة ونوليهم اهتمام غير عادي أنهم يهتموا بالجانب المهرة. وفي الحقيقة يعني هذه اللجنة الرئاسية نتفائل خيرا منها بعد اللقاء الأخير مع السلطان عبد الله بن عيسى بن عبد الله رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، وهذا الشخصية الفذة الشخصية الكبيرة على مستوى محافظة المهرة اللي يشهد لها الكل. فبعد أن استدعت هذه الشخصية فنتفائل خيرا منها، وبكرة غدا إن شاء الله بإذن الله سوف يكون لقاها مع لجنة الاعتصام مع الشيوخ والأعيان، لانه بعد قدوم هذه اللجنه اجتمعت لجنه الاعتصام بقيادات وقيادات الاعتصام وشيوخ الاعيان برئاسه وكيل المحافظه السابق الشيخ علي سالم الحريري، ومن هذا الاجتماع اتفقوا على انهم يطلبون اللقاء باللجنه المكونه وانهم يتطلعون الى ان تكون رديف للقضيه المهريه وان تكون الى جانب الشعب وان تحل لهم المشاكل الحاصله في المحافظه. حتى هم الان السلطه المحليه كانوا يتوقعون ربما انهم يتوقعون غير ذلك، يعني الان اصبحوا ربما مستغربون اللجنه هذه اتت من السعوديه او من الرياض او من الحكومه الشرعيه وهي الان بتقابل المعتصمين، وهذه امر اعتيادي، يعني الرئاسه انها حست، ونحن في كل مره وفي كل لقاء انا ندعو الرئاسه اليمنيه الى
أن تكون المسؤولية وأن تكون إلى جانب الشعب في المهرة وأن تكون إلى جانب السيادة، وإن شاء الله هذه مبادرة خير لأن اللجنة هذه تكونت وتدير المهرة وأنها تفتح عمل كبير لأبناء المهرة أن تحل هذه المشاكل. نعمل ذلك سيد علي، وإنما يعني انتهى وقتنا. أشكرك جزيل الشكر، أوضحت الكثير من الأمور، شكرا لك. ومشاهدينا بهذا يعني نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي رشدي معيلي مدير الإعلام والعلاقة العامة في محافظة المهرة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.